بيدور على التأمل. شنو معنى التأمل؟ التأمل هو أنا أوصل إلى الحالة الطبيعية. التأمل يوصلني إلى حالتي الطبيعية، إلى حالة ودي. أوصل إلى حالة طبيعية، أوصل إن أنا مرتاحة، حاسة براحة بهدوء، هذه حالة طبيعية. بس هذه الحالة الطبيعية مو مكتملة. أنا التأمل اللي وصلني إلى حالة طبيعية، إلى حالة وجودي. حالة وجودي يعني حالتي الأصلية. إحنا كلنا خلينا الكورس الوعي الروحي. وجودنا يعني هو الوعي الروحي، حالتي الطبيعية الأصلية، حالتي الأصلية اللي هي السلام، النقاء، الحكمة، الحب والسعادة. أبي أوصل إلى هذه الحالة. تمام؟ هذه معنى التأمل. الحين أنا ليش أتأمل؟ ليش جاي أنتم تأملون؟ أنتم كلكم كل واحد عنده سبب ليش جاي يتأمل. أنا جيت أول ما دخلت التأمل كان عندي سبب إني أنا أبي أسيطر على انفعالاتي، عندي انفعالات قوية أبي أسيطر عليها، أبي أسيطر على مشاعري. عشان كذي حبيت ورغبت إني أمارس التأمل وأسوي التأمل. زين الحين احنا عندنا اكو التأمل، التأمل وبعد شنو؟ وبعد شنو؟ ليش انا اتأمل؟ التأمل هو يضبط العقل ويرتب الافكار، يضبط عقلي ويرتب افكاري، يجعل الافكار وعقلي في هدوء وراحة. الحين عقلي وافكاري في هدوء ومرتبة، همن يعطيني النقطة الثانية، النقطة الأولى يرتب عقلي ويرتب أفكاري، يضبط عقلي ويرتب أفكاري، النقطة الثانية يساعدني إني أقعد إني أقدر أسيطر إني أقدر أحاول أسوي اتزان واستقرار على أفكاري، على عقلي، على شخصيتي، على أحوالي، على حالي، أقدر أسيطر. لما أقدر أسوي التزام واستقرار، أنا أقدر أسيطر على عقلي وأسيطر على حواسي وأقدر أسيطر على نفسي. فهنا هذه ثلاث نقاط. النقطة إن أنا أضبط عقلي وأرتب أفكاري، والنقطة الثانية إني يصير عندي التزام وعندي استقرار، والنقطة الثالثة إني أقدر أسيطر على عقلي وحواسي. النقطة الرابعة اللي هي أنا بالتأمل يوصلني التأمل إلى أفضل الاختيارات والقرارات. أكو قرارات في حياتي مهمة نقدر ناخذها. التأمل يساعدني أن تكون قراراتي واختياراتي صحيح أفضلها، أقدم أفضلها، لأني أتأمل فكري منظم، عقلي مرتب، فأقدر أختار. يساعدني التأمل إني أختار أفضل القرارات، أفضل الاختيارات. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، أنا أتأمل من مع أتأمل مع الله. دائما أكد أتأمل مع الله. تأملي مع الله خلاني يمكنني من حب الله وحكمته، يخليني أعرف الله وأفهم حكمته. تمام؟ من كثر ما أنا قعدت أتأمل وأتواصل، أتواصل مع الله، يزيدني حبي حق الله، يكفي يمكنني أسوي علاقتي قريبة مع الله، وأفهم الله، وأفهم حكمة الله. ستة، من أنا التأمل يخليني إن أنا قربت من الله وعرفت الله وفهمته وحبيته، تصير صفاتي أبرز الصفات الزينة فيني، أرجع كل صفات الزينة اللي علمني إياها الله أبرز هذه الصفات، أرجع حق طبيعتي الأصلية لصفاتي الزينة. هاي ستة. رقم سبعة وآخر نقطة عندنا، إن أنا قربت من الله، تأملت وعرفت الله. So it's good stuff when you stand up.
Yeah, I Welcome to heard the this system. voice. It's not easy, but I try. Well, things on the Korean people. Yeah, it's not easy to do both, but I will do it. Thank you. النقطة السابعة إن أنا من تأملي وقربي إلى الله وفهمي حبي له، الآثار السلبية، سلبيات ملوتي، الصفات السلبية، القلق، الغضب، الكره، هذه كلها تروح، أتحرر منها. خلاص أنا أسمو إلى صفاتي الطبيعية، الصفات اللي الله أعطاني إياها الأصلية، اللي هي السلام والحب والسعادة والحكمة. هذه اللي أسعى لها. هذه 6 نقاط. تمام؟ 7. واضحين؟ كلهم؟ ما أعيد. زين. أنا ساعات أخلط، شنو آخذ ولا هم؟ يا that's what I'm going to do. Okay. إنزين، التأمل يحتاج حد فكرتين، نقطتين، الإرادة والتركيز. هذا التأمل يعلمني إياه وأحتاجه. متى ما صار عندي تركيز أنا بركز على نفسي وشنو أبي من الله العظيم، وأبي شنو بعد، أبي أركز شنو أبي أطلب. أنا إنسان هلوع طلباتي وايد، فأنا أبي شنو حقي وشنو أبي، أبي حق عيالي، أبي حق مستقبلي، أبي الله يساعدهم. فعندي عندي أشياء وايد أركز عليها. والنقطة الثانية الإرادة، ما أتم هذه الأشياء إلا بإرادتي، بالاستمرارية، في استمراريتي وممارستي للتأمل. كل ما استمريت ومارست التأمل صار عندي إرادة قوية، مو من أول مرة، يصير في انتظار، في صبر، أتحمل عشان أجيب اللي أنا أبي، آخذ اللي أنا أبي. هذه النقطتين. زين، الحين إحنا التأمل شنو هو؟ التأمل، أنا رقبت في التأمل، جيت، كلكم جيتوا، نبي نتأمل، رغبتي في التأمل، جيت رقبت في التأمل. هذا التأمل شنو وصلت؟ خلاني أفهم الأمور الأساسية، وصلني إني أفهم الأمور الأساسية في حياتي. رقبت في التأمل، جيت تأملت، وصلت إني أفهم الأمور الأساسية في حياتي. وبعدين لابد أن يصير عندي وقت، لازم أحط لي وقت عشان أمارس التأمل، أعطي حق التأمل وقت وأمارسه. مارست التأمل فتغيرت حياتي، تحولت حياتي للأفضل، تحولت حياتي إلى وصلت إلى حياة طبيعية بسيطة. هذه التأمل اللي نبي نعرفه الحين، هذه النقطة الأولى. أحمد، أم شنتي، ما نرجع نقول، نرجع نقول لك بسرعة عشان التأمل. إحنا قلنا عن معنى التأمل، وقلنا ليش إحنا نتأمل، ليش إحنا جايين نتأمل. معنى التأمل إنه هو أنت كل ما تقعد تتأمل أنت تبي توصل إلى حالتك الطبيعية، حالة الهدوء والراحة. لكن أنا أبي أوصل إلى حالتي الطبيعية من وجودي، أبي أوصل لحالتي الطبيعية الأصلية. الله عطاني طبيعة أصلية، كما الطبيعة الأصلية اللي فيها الوعي الروحي، اللي فيها سلام، فيها نقاء، فيها حب، وفيها سعادة، وفيها حكمة. هذه كما خلقتني وعيش في سعادة وحب وفي بساطة طبيعية الكل يرغب فيها. هذه احنا عندنا، انا ليش جيت اتامل؟ كلنا جينا نتامل، نتامل هنا علشان عندنا التامل يساعدني يضبط لي عقلي ويرتب لي افكاري، فيها يعطي فيها راحه، فيها حب، وفيها هدوء، يعطيني استقرار واتزان. وهذا الاستقرار والاتزان يوصلني اني اقدر اسيطر على مشاعري، اسيطر على حواسي، اسيطر على عقلي، واصير سيده نفسي. زين، وبعد يوصلني حق بعد اني التأمل يساعدني اني اخذ افضل قرارات
في حياتي قراراتي واختياراتي، قرارات واختيارات اكو مهمة في حياتنا، كل واحد يحتاج انه يسوي قرارات واختيارات، فالتأمل يوصلني الى افضل القرارات والاختيارات. انا تأملي مع حب الله يزيد علاقتي في حب الله، يمكنني من حب الله وحكمته، اعرف حب الله وافهم حكمته. بعدين انا كل ما قعدت تأملت مع الله، تحررت من الآثار السلبية من الصفات السلبية اللي هي الخوف والغيرة والغضب، هذه ما نبيها. بعدين تأملي يخليني أتدرب من صفاتي الأصلية، يبرز لي إياها عشان أعيش براحة وسلام. التأمل يحتاج إلى نقطتين، إرادة وتركيز. أركز على نفسي وأركز على اللي أبيه من الله، وكل يوم أعد روحي واستعد، والإرادة مالتي كل ما استمريت في التأمل واستمرارية معك والصبر يخليني أمارس تأمل. هاي النقاط اللي قلناها اللي فاتت، تمام؟ الحين أنا قلنا قعدت تأملت، رغبت في التأمل، نيت أتأمل، التأمل وصلني أن أفهم أموري الأساسية حق حياتي، أعطيها وقت وأمارس التأمل أحصل عليها، أتحول وأتغير وأغير حياتي إلى الطبيعية وإلى الأفضل وإلى البسطة. تمام؟ إحنا الحين باقي لنا يقول التأمل، تأمل الراجا يوغا. قبل التأمل الراجا يوغا، الحين أنا غيرت حياتي، فكلنا بنعيش، كلنا بنتقرب حق الله. فأنا شو أسوي؟ أبي حياة حلوة، أبي حياة، أبي الله يسهل لي ويسر لي أموري. قمت من النوم، أبي أبتدي يوم حلو، أبي أبتدي يوم بطريقة حلوة. فش أقول؟ أقول أنا أبي أحط الله في عقلي وقلبي، أبي دائما أتذكر، أبي أخلي الله رفيق الدائم، أبي على طول في فكري في كل لحظة أفكر فيه، وكل وأصير مثل أتحد معه، I will be combined with him with الله، أتحد وياه. الاتحاد شنو معناته؟ إني أنا أكون مع صعوبة يفكوني منه، أنا متحدة على طول، فكري مع الله، فكري وقلبي وعقلي كله مع الله، ودائما أفكر فيه، رحت الشغل أفكر فيه، أنا في البيت أفكر فيه، بعد ساعات أول ما أقوم من النوم أصبح عليك، Good morning يا الله، صباح الخير، سلام عليكم، بروح بطلع وياه معاي الله. فأنا أبي أخلي حتى ساعات أقدم كل فكري ومشاعري حق الله، أعرضها حقه، الله أنا فوضت أمري لك فساعدني فيها، بس تحتاج صبر، الله ما يعطينا كذي، يعطيك بصبر. إحنا ساعات إحنا في العلم مالنا إن هذه النولج مالتنا يقول لك اليوم 24 ساعة، فنقسمه 8 ساعات نوم، 8 ساعات شغل، 8 ساعات ذكر. تذكر الله وتتذكره، نتذكره على طول. زين الحين عندنا احنا نسوي، هنقول لكم قبل الرسمه لا ارسم لكم، اسوي نقول التامل راج يوغا. احنا الحين تاملنا كلنا جايين، عندنا نسوي تامل الراج يوغا. تامل الراج يوغا شنو هو؟ احنا الراج يوغا نعرفها ان هي راج يوغا كلمه هنديه جايه من الثقافه الهنديه، معناتها الراج يوغا اني انا راج الملك، واليوغا هي التواصل، فاتصال ملوكي، انا اتواصل مع مالك الملك، اتواصل مع الله العظيم. هذا تواصلي الراجا يوغا تركز على الروح، والروح الأسمى الله. فشلون أسوي التواصل؟ أركز انتباهي إلى جوهر الذات. جوهر الذات وين؟ نقطة في وسط الجبين،
نقطة بين العينين، هني هذه النقطة، نقطة الروح. أركز انتباهي عليها، لأن هذه النقطة هي نقطة صغيرة مثل النجمة تلمع حية، لأن حية روح حية ما تموت، فعلى طول تلمع. هذه النقطة الحية أركز عليها واتصل بعمق، أتواصل بعمق، أركز عليها وأوجه انتباهي وأتواصل بعمق. هذه نقطة عقلي الداخلي، هذا داخلي. هذه النقطة شنو فيها؟ هذه النقطة كل حياتي فيها، كل تجاربي، تجاوبي في العالم المادي واللي عشت فيها، أحلامي ومواهبي وشخصيتي، الشب مال حياتنا، الميموري مالتنا كلها. فأنا شنو أسوي؟ أركز على هذه النقطة، فتواجهني تجاربي وذكرياتي، أكو ذكريات تركزت، هذه الذكريات من زمان من خلال العلاقات والظروف، وتحرر وتحرر من هذه الذكريات، وتحرر من أحزانك، أركز عليها وتحرر من ذكرياتي المتراكمة، وتحرر من أحزاني كلها. لما روحي تهدى، عقلي يهدى، أرجع إلى كوني أنا، أنا نقطة صغيرة من النور، إلى نقطة النور. هذه النقطة من أنا الروح، نقطة صغيرة من النور. أتخلى عن كل مشاعري وأفكاري الخاصة بالجسد وفي المادة اللي حواليني، أتخلى عنها وأتواصل مع نقطة النور الله، وأتواصل معه وأستشعر السلام. حالما أنت تنفصلين، لما أنا أعي وأدرك أن أنا فصلت روحي من جسمي، السلام استشعاريك فورا، على طول تستشعرين السلام. تمام. الحين احنا خل ارسم رسمة نعرضها على اللوح ونسوي جواب. اوكي، نمسح هنا. الحين هني بنشوف شلون التأمل يوصل لنا من الله سبحانه وتعالى. اوكي، راح اوقف بس اسم هذه نقطة النور الله، ما دام احنا هنا عند الله، هذا عالم النور، عالم السكون، عالم الله. زين، هذا العالم المادي اللي احنا عايشين فيه، العالم المتغير اللي ما فيه سكون. أرواحنا نقطة صغيرة مثل الله، إحنا نقاط صغيرة نفس الحجم، بس الله نور، النور ضياء نيفر لايت، ما ينطفي، على طول منور، نيفر أوف. الله سبحانه في وقت معين، في أوقات معينة، يبث طاقته، يبث طاقة إلهية قوية، يعطينا إياها، يعطي إلى
الأرواح، إلى كل أرواحنا. إحنا نجوم، نقاط نجوم، نقاط صغيرة فيبث لنا. ومتى هذا الوقت؟ يكون في الربع الأخير من الليل قبل الفجر، فتكون الطاقة فيه قوية. وقت السحر. هذه الطاقة إحنا نبيها، اللي قاعد مو نايم مستعد من الله يبي ياخذها ياخذها، اللي نايم تروح له. فأنا قاعدة، أنا قاعدة باخذ من الطاقة واستفيد منها، حتى كل يوم طاقة إلهية باخذها، طاقة نور، طاقة نور. زين شكرا لله، انزين، هني الله يبث نوره حق كل الأرواح، أبث نور على كل الأرواح الساعة 2:30 إلى 5:15 احنا عندنا في الكويت. زين، يبث نوره على كل الأرواح وبث طاقة الشفاء، تشفي شافية، تشفي الأرواح، تشفي جروحنا وأوجاعنا. هذا الوقت أنت قاعد راح تحصل هالطاقة، راح تحصلها طاقة مفيدة، وإحنا جربناها وايد. من تجربينها ما تخلينها، من تجربينها على طول تبينها. تأمل تأمل زين، هذه اللي بقيت أقولها لكم، والحين نسوي تأمل. يلا نستعد. لا اكو ساعات يعطوني بعد درس بعد. زين، نقعد مرتاحين، نريح روحنا، إذا النور وايد مخفته، بليز بليز. خلي هذولي يطفي هذولي. نجلس بهدوء، راحة، هدوء تام واسترخاء. جسمي مسترخي تماما، أتنفس بهدوء، تهيج زفير، أركز انتباهي على نقطة وسط الجبين، في وسط جبهتي، نقطة بين العينين، نقطة صغيرة مثل النجمة تلمع حية. هذه النقطة هي روحي، هذا الأنا، هذا الروح. أنا الروح نقطة صغيرة من نور، هذه النقطة الصغيرة حياتي كلها، كل تجاربي مع العالم المادي ومن حولي، وذكرياتي وأحلامي
وأحلامي وأماني وتجاربي كلها في هذه النخبة. أتنفس بهدوء. الحين أنا بروح نقطة صغيرة من نور، أبتعد عن جسمي، أروح بعيد، أعد النجوم وأعد الكواكب، أروح بعيد، أوصل مكان بعيد، مكان النور. الضياء كبير، نور كبير، سكون ونقاء. هذا مكاني الأصلي، أنا كنت هني، أنا كنت هني في هذا المكان. في هذا المكان أمر عليك الزمان وأنت ما تحسه، راحة مطلقة. وهناك في هذا المكان أشوف نقطة صغيرة، نقطة صغيرة من نور مثلي، نجمة تشع، تشع نور. الله، هذا الله، نور النور، نور الله يبعث ذبذباته وتشعر بسلام وهدوء، سلام من الله في حب وفي سعادة. وصدري من شرح ونقاء من حوالي وطهارة، راحة وطمأنينة. أبي من هذا الحب وأبي من هذا السلام، أبي أدرس روحي من هذا الحب والسعادة والسلام. الحين صار وقتي، وقت رجعتي حق بيتي ومكاني وعيالي. الحين برجع وانشر السلام، نور السلام والحب والسعادة حق العالم كله، حق كل خلق الله. سلامي حق الكويت وغزة وأوكرانيا، حب كل حب حب حق كل خلق الله، حق كل أرض الله، حق العالم كله. الله يا الله، أنت الرحمن الرحيم، أنت الشافي والمعافي. الله، أغمر نورك وحبك على جميع خلقك، وانزل عليهم حكمتك ورحمتك، اترس قلوبهم بالسعادة والفرحة، عطهم من عندك، أنت المعطي الدايم. أنزل عليهم رحمتك ودبر أمورهم يا مالك الملك، شافهم وعافهم، وابسط كل خيرك على جميع خلقك. ولا إله إلا أنت، إحنا الحين فوق نشوف الأرض تحتنا، أشوف موقع الكويت، الجابرية،
السنتر معنا. أنزل في هذه الغرفة، في هذه القاعة، أنزل ولاقي روحي في هذا القلب. متى ما قدرتوا فتح عيونك. نبتدي موضوع ثاني، لكن الموضوع مالنا اللي بنكلمه هو تكملة. احنا بنقول الحين الروح، أصل روحنا. احنا الحين سوينا تأمل، والتأمل ماله، التأمل مالنا أنا الروح نقطة صغيرة من نور، وعيت وأدركت وانفصلت عن جسدي. الروح فصلت روحي عن جسدي، تخليت بفكري ومشاعري كلها عن جسدي وكل المادة اللي من حولي. أبي أعرف روحي وأصل روحي. لأن الروح عندنا، لا بقعد، لأن الروح وايد تروح ويانا في التأمل. جسدنا اللي في الأرض، بس روحنا اللي تصعد ويانا. فنقول إحنا الروح شنو تتكون منه؟ الروح أصلها من 5 صفات: حب، سلام، نقاء، سعادة، حكمة. أكتبهم حمزة إذا تبي. تمام؟ هذه صفات الخمسة، هذه صفات الروح، وهذه صفاتنا إحنا. إحنا أول ما الله خلقنا عنده في عالم الروح، أعطانا في بصيرتنا هذه الصفات من صفاته، وهذه صفات قال لنا هذا وعيكم الروحي، هذا وعينا الروحي. الحين خلينا نتكلم عن السلام. لو قلنا عن السلام، السلام شنو هو؟ السلام هو صفة أساسية أولية عندنا في روحنا، صفة أساسية عندنا. أنا لما أفصل روحي عن جسدي وأتواصل مع الله، أول ما أشعر السلام. أنا وعيت حق الانفصال، اللي فصلت روحي عن جسدي، فأول ما أستشعر السلام. السلام صفة أساسية، وهي أصلها قوة، مو أكون أنا سالم ومسالم ضعيف، لا، هي صفة قوة في الإنسان، وكل إنسان يحبها، صفة فيها انسجام وفيها جمال. السلام. الصفة الثانية الأساسية النقاء. لما أقول نقاء يعني طهارة كاملة، مثل الألماظة تبرق وتجمع وصافية نقية، بس يصير فيها شخط أو خط تشوبها تصير مو نقية. ونقائنا كامل، إحنا الله أعطانا، يقول خليك نقي في كلامك، طلع كلام سويت ونقي، فكرك نقي، خلي أفكارك مع الآخرين نقي. مثل اليوم إحنا الموري مالنا كلنا ألماظات، أنا ألماظة وأشوف الناس كلهم ألماظ، فنكون نقي، تشوف الناس بفكر نقي، تكلم بطهارة ونقاء، وتفاعل، خليك متفاعل، وسو بنقاء وطهارة أعمالك في الطهارة والنقاء. هذه الصفة الثانية، وهي صفة فيها قوة، نقاء قوة
فالعبور. الحين الصفة الثالثة هي الحكمة. هذه الحكمة ما تجي بروحها، تجي مرتبطة في السلام والنقاء. أنا عندي سلام وهدوء وراحة وفيها طهارة نقاء، فتي قوية سلام ونقاء. وكلنا عندنا حكمة، كل واحد يقول أنا عندي حكمة حق روحي. وهذا الحكمة يظهر إذا ما صار عندك سلام في داخلك. إذا أنا ما عندي سلام، تزعزع السلام عندي، ما أقدر أتكلم عن السلام ولا أقدر أتفاعل فيه، لأنه تزعزع. ما عندي إياه، ما عندي إياه، ما أقدر، ما عندي إياه. وعندنا وايد حكم، الناس تقول من زرع حصد، واتقي شر الحكيم إذا قضب. هذه كلها مو صحيحة، يعني الحكيم يقضب مو حكيم. هذه حكم طلعوها الآخرين، بس كل واحد يطلع له حكم. اتقي شر الحليمة إذا قضب. إيه. فكل واحد عنده حكمة، والحكمة هي حدسية تشعر فيها من داخلك، حدسية وما تحتاج تفاصيل. من كتير تمر عليك تفعلها في وقت قياسي، تسويها، أخطرها. ما أدري الحين أنا أعطيكم مثال، ما أدري شلون طلع على بالي، بس بقول لكم الحكمة. يعني أنا مثلا بختار شيء وعندي حكمة فيه. لاعبين كرة قدم، واحد لاعب من أصله لاعب كرة قدم مثل أبو نورة، لاعب قدم ونورة لاعبة قدم، لاعب قدم من أصله وأهله يلعبون قدم، وأخلاقه وايد حلوة، دمته وشاطر في لعب القدم. بس هذا واحد لاعب قدم إنجليزي قوي وشاطر في لعب القدم، لكن في غرور. فأنا شنو آخذ؟ آخذ راعي القدم، لاعب القدم اللي متواضع شاطر، عنده قوة، وأعرف إنه عنده قوة وأهله في قوي، راح يتعامل وياي زين وراح ينجح. فأخذه، عندي حكمة، عندي حس، بالضبط حس عندي إني بشتري هذا لاعب القدم، ما راح أشتري هذا. هذه الحكمة. والصفة الرابعة والأساسية هي الحب. الحب زي ما تعرف عادل، الحب وأنا حبت الحب عند الله، عند الله الحب عند الله، والله العظيم أعطانا كلنا حب في قلوبنا. الحب في كل كائن بشري موجود، الحب، الحب هو جوهر طبيعتنا. احنا طبيعتنا حب، لا تقولون ما عندكم حب، كلنا عندنا حب، بس اشتغل عليه وطلعه ويظهر. فكلنا جوهر طبيعتنا الحب. باقي الصفة الأخيرة هي السعادة. سعادة وفرحة، السعادة غير والفرحة غير، بس كلهم يمشون مع بعض. السعادة نحسها، والسعادة تحتاج حسب الظروف تي، واحتاج لها ترتيب. مثلا انا اليوم بسوي حفله بسعد فيها ولدي، فارتب لها، هذه السعاده. لكن الفرحه لا، الفرحه ما فيها ممتلكات، تي لا تحتاج مكان ولا تحتاج وقت، تي بسرعه الفرحه، ما لها وقت ولا تحتاج ممتلكات. والفقاره عندهم الفرحه اكثر من الاثرياء. الفقير يفرح في أبسط الأشياء، يفرح إنه موجود على الدنيا، يفرح عنده صديق، يفرح عنده أكل، يفرح عنده لعبة، الفرحة عندهم موجودة. شو اللي يوخر الفرح؟ شو اللي يقمت الفرحة على الثاني؟ الخوف. لما تخاف ما تفرح، الخوف يوخر الفرح، والحزن يوخر الفرح. أعوذ بالله من الشيطان، ما نبيهم، أنا بالفرح
ولا نعملنا بالحزن ولا بالخوف. أوكي، هذه 5 الصفات الأساسية عندنا في الطبيعة، في روحنا، أصلنا. فأصلنا إحنا، أصلنا قوي، أصلنا في سلام ونقاء وحكمة وحب وسعادة. هذه مكونات روحنا. زين، أكو عندنا إحنا مكونات جسمنا، العناصر مالوت جسمنا من 5 عناصر يتكون. يتكون من ماء وطين أو تراب وهواء ونار وأثير، الغاز الأثير اللي في جسمنا. هذه المكونات الخمسة للعنصر الإنسان، وإذا اختل حد من العناصر صار ما عندنا عافية، اعتلت عافية. حتى الروح إذا اختل، فقدنا الحب، صار عندنا خلل في روحنا. زين، باقي عندنا الصفات السلبية اللي اكتسبناها، هي مو عندنا، هذا مو أصلنا، احنا اكتسبناه. عيشتنا في العالم المادي خلتنا نكتسب هذه، اكتسبنا القضب، الحزن، الطمع، التعلق، الشهوة، أعوذ بالله من الشيطان. وهذه الشهوة سلبية كبيرة وتشمل كلهم، إذا وجدت حطت عليهم كلهم، السبب كل هذا. تمام، واضح؟ عندكم سؤال أكتبهم لكم، أكتبهم لكم. زين، الحين خلنا نعطيكم تأمل ونقول العودة إلى طبيعتنا. خلينا نقول العودة إلى طبيعتنا. الحين إيش اللي يخلينا يساعدنا إن نعود حق طبيعتنا؟ التأمل، هو التأمل اللي يساعدك إن تعود حق طبيعتك. والتأمل ضروري، الإنسان يحتاج هذا التأمل عشان يريح روحه ويهدي ويحسن من طبيعته وحياته وعيشته. فأنا محتاجة حق التأمل، ضروري حقي. يس، تعيد العفو، اللاوعي. احنا قلنا حمزة، احنا شنو موجود في عقلنا؟ كل اللاوعي موجود عندك يا داخل، كله موجود، كل ذكرياتك موجودة، ذكرياتك وأحزانك وشنو سويت من الأول واللي مريت في حياتك، كل موجود إلا في منطقة اللاوعي. يس، كله موجود في منطقة اللاوعي. الظروف اللي تمر فيها تقدر تطلعها لك، التأمل يقدر ينظفها لك. كل ما قعدت تأمل، عشان تشري يقول لك عط وقت 8 ساعات، الله، هذه توصل من الملائكة. فإذا قعدت وذكرت ربنا في وقت، في تحدد وقت، احنا قلنا نحدد وقت. اكو ناس يعني ساعات يقول والله في المر يقول لنا سووا نوتة كتبوا فيها ايش كثر تذكرون الله. واحنا مع الأسف يعني أنا مثلا قعدت، إذا بقيت أقعد بشتغل شوية، أطالع الساعة قبل النص، قبل نص ساعة أذكر ربي، 5 دقائق بعدين أنسى، فننسى بسرعة. فالذكر لو تحطه دائما وياه هو اللي طلع لك التراما اللي ما تبيها والأحزان مالتنا. بس تسوي ريستارت الكمبيوتر. الحين خلونا نعود مرة ثانية، العودة إلى طبيعتنا، العودة لطبيعتنا اللي بيرجعنا حق طبيعتنا هو التأمل. والتأمل ضروري حق الإنسان، وإحنا محتاجين للتأمل. العقل الصحي، مو العقل الصحي هو لما يكون قلبك متروس في حب
وسلام وسعادة. هني الصحة، هني الصحة حقك، هني صحتك تقول. لكن احنا الحين في ظرفنا هذا وفي حياتنا هذا، ونعيش في هذا العالم المادي اللي كله نركض ورا الماديات، وشلون نجمع الفلوس، وشلون اشتري، وشلون اجيب، طبيعتي تروح مني، فيصير عندي الطبع هو يعني اللي الطبع العادي، والطبع اللي ما نبيه يصير هذا طبيعتنا، باعتقادنا ان الخوف والقلق والغضب هذه طبيعتنا. مثلا لا، انا ابي عندي قلق، فعندي غضب، انا ما سويت شغلي الا لما طلعت عصبيتي والغضب مالي وانجزت شغلي وسويت شغلي. عبالهم وطبيعتني يقول انا ما عرفت، حسيت في القلق وقلقت وايد وايد عشان انجز شغلي. الخوف، علمي ولدك الخوف لما يخاف يسوي الشغل الصح، يسوي صح، خوفي وسوي صح. ما كان شيء زين، واللي ضحكنا وايد لما ضحكنا واستانسنا وحسينا باستمتاع وحسرتنا، الحين بصوبنا حزن، اعوذ بالله من الشيطان، ضحكنا وايد نقول كذي. فهذه الاشياء يعني في حياتنا هذه الماديه طلعنا الاشياء اللي ما نبيها، السلبيات، في اعتقادنا ان هذه طبيعتنا، هذه مو طبيعتنا الاصليه. احنا الحين عرفنا طبيعتنا الاصليه اللي اصلنا ما شاء الله كله سلام وحب وسعادة ونقاء، ودائما هذه موجودة عندنا فينا في أصلنا، بس نشتغل عليها، نبذل مجهود ونتدرب ونسوي تأمل عشان نطلع طبيعتنا. زين، الحين نقعد في تأمل، آخر تأمل. ناخذ نفس هدوء، ريحوا كل جسمكم، استرخاء تام. الحين تعال وقرب، تعال قرب، اقعد بهدوء وارتاح. انت الحين قاعد قدام الله، اطلع حزنك وطلع خوفك، ريح عقلك، ريح روحك. خطيت وايد، أخطأت كثير، سببت حزن للآخرين، لا تخاف، كل همومك على الله، الله مضى راح، واللي راح راح، الله غفور عظيم، رحمن رحيم. الحين عرفت وعيت إني نقطة صغيرة من نور، أنا الروح نقطة صغيرة من نور، قدرت أتخلى عن أفكاري ومشاعري اللي عن جسمي وعن المادة اللي حوالي. أنا روح نقطة صغيرة من نور، أنت بس تعال قرب عند الله، خليك قريب، قرب له بقلبك وعقلك، وخليك على ذكره دوم. وهو الملك، يشيل عني ويطهرني ويصلحني ويحررني من أخطائي الماضية.
يحررني من كل شيء وأحزاني وأخطائي وتجاربي. وهو الملك مالك الملك، وهو مدبر الأمر بالجلال والإكرام. يا الله، يا حي يا قيوم، اللهم عني على ذكرك وشكرك، اللهم عني على ذكرك وشكرك. أنت الرحمن الرحيم، اغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. اللهم إني توكلت عليك، فوضت أمري لك، وأسألك العفو والعافية. يا الله يا جبار، اجبر بخاطري واغفر لي واعف عني، ولا إله إلا أنت. والحمد لله. ناخذ نفس ونفتح عيوننا متى ما قدرنا. شنو عندكم سؤال؟ التأمل لازم يرجعنا حق طبيعتنا، لأن هذه الطبيعة أصلا الله خلقها فينا وموجودة عندنا أصلا، موجودة عندنا. ها؟ فدائما إذا أنت ساعات إذا في إزعاج ورحت في مكان فيه مزعج، حب الهدوء لأن أصلك فيه هدوء. أكو ناس إي ما يتحمل يصير عندنا بعد هم من نقدر نتحمله، وقت معين، بس يعني يصير نسوي حاجز قد ما نقدر نسوي نحجز صعب، بس صعب بس صعب. مو تدري صعب. بعد شنو عندكم؟ احنا قلنا التأمل وقلنا أهدافه، وليش احنا نتأمل؟ لأنه يرتب لنا أشياء وايد في حياتنا، ورجعنا لطبيعتنا، وطلع عصرنا الحلو اللي عندنا اياه اللي نبيه ونعيش فيه بساطة وحب وأسلوب حلو نبيه. بعد إلا عدوبة. بعد شنو عندكم سؤال؟ زين، سأعطيكم يلا خلينا نختمها بالدريشتي. اللي يحب الدريشتي واللي ما يحب يقدر. ها؟ يس، اوكي، يو كان.